في الثالث من مايو تتجدد الجروح المفتوحة للصحافة اليمنيه في اليوم العالمي لحريه الصحافة. منذ اللحظه الاولى التي اعلن فيها اليمن نظاما ديمقراطيا تعدديا قائما على الحريه السياسيه وحريه الصحافة لا تزال السلطه الرابعه في مربع القمع والمنع والانتهاكات. في اليوم العالمي لحريه الصحافة لا صحافة في شوارع المدن اليمنيه وباتت الاكشاك خاوية على اوراقها الا من الصوت الواحد واللون الواحد. الذي يمجد السلطة التي اغتصبت الحكم واطلقت النار على الصحافة والصحفيين في جرائم وانتهاكات تم توثيق العديد منها بالصوت والصورة. في ذاكرة اليمنيين العديد من الصور للذين فقدوا حياتهم وهم يوثقون الحقيقة ويغطون الاحداث ابتداء بخطوات احمد الشيباني التي توقفت بفعل رصاصة قناص مرورا بعدسة محمد اليمني التي توقفت ايضا عند اللقطة الاخيرة وليس انتهاء بملامح محمد القدسي وكفاح عبد الله القادري الانتهاكات الجسيمه التي مارسها الانقلاب بحق الصحفيين اليمنيين بعضها لا شبيه له في المنطقه وربما في العالم اذا ما تعلق الامر بوضع الصحفيين دروعا بشريه في مخازن الاسلحه كما حصل للصحفيين عبد الله القابل ويوسف العيزري بحسب نقابة الصحفيين فإن 26 صحفيا يمنيا قدموا أرواحهم ثمنا للحقيقة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة ستة منهم قتلوا بالقنص المباشر واثنان وضعا في مخزن للسلاح كدروع بشرية في حين نجا ثلاثون صحفيا من القتل ولا يزال 12 عشر صحفيا مختطفين لدى جماعة الحوثي وصحفي واحد مختطفا لدى تنظيم القاعدة بحضر موت فور اجتياح هذه العاصمة صنعاء وضعت ميليشيا الحوثي يدها على وسائل الإعلام الحكومية وأغلقت وصادرت كل وسائل الإعلام الأهلي والمستقل وحجبت عشرات المواقع الإخبارية وفرضت رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل توسع دائرة الحرب شهدت الأشهر الأخيرة سقوط العديد من الصحفيين بين شهيد وجريح آخر الضحايا المصور علي أبو الحياء الذي أصيب بانفجار لغم في الساحل الغربي